بعض النساء تحمل أول مرة بدون أي مشكلة أو المرة الثانية، لكن المرة الثالثة أو الثانية أو الرابعة تكون عندهم مشاكل للحمل، فهذه يسمى بالعقم الثانوي. هل هذه ممكن أن تكون مشكلة؟ نعم. فلذلك أنصح المريض أو المرأة والرجل أن يذهبون عند الدكتور المتخصص حتى يرى هل هناك مشكلة، لأن مع الزمن المرأة تتقدم في السن، وهذا كذلك ممكن أن ينقص في الخصوبة. كذلك نرى الهرمونات، نرى هل هناك أي مشكلة في الحيوانات المنوية، فلازم أن يكون هناك فحص شامل للمرأة والرجل.